هنا مدينة أصفهان، حيث قضى مضجع سكانها بعد تكرار حادثة رش الحمض على وجوه بعض السيدات. وهنا مجلس الشورى الإسلامي، حيث وصلت بلبلة الموضوع إلى قاعته. شكك البعض بمجموعات متشددة بعدما قيل إن الحادثة تكررت مع عدد من السيدات اللواتي لم يكن يرتدين الحجاب بالشكل المطلوب، ونفى آخرون الأمر، ومنهم مقربون من عائلات الضحايا. وفي وقت يطرح فيه البرلمان مشروع دعم مجموعة الأمر بالمعروف المتشددة، يقول أيضاً أن لا أحد فوق القانون. يناقش البرلمان مشروع دعم مجموعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أقرار حمايتها يعني منح حرية التعبير للتصرف في الشارع، فهذه مسؤولية الشرطة والحكومة. وأعتقد أن رش الحمض مرتبط بقضايا أخرى، ولكن أي متهم تثبت إدانته يجب معاقبته بشدة بغض النظر عن دوافعه أو انتماءاته. ضوضاء أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية كثيرة تطالب المعنيين باتخاذ إجراءات صارمة. قبض على 4 متهمين والصوت على من قبل كل المسؤولين، والكل يسأل ما مبرر فعلك هذه. لم تعرف ملابسات القضية بعد، ومن المبكر الحكم عليها، ولكن استنفار الحكومة والسلطة القضائية والشرطة يصب لصالح الجميع. عمل كهذا خارج إطار القانون، وأي إن كان يتحمل مسؤوليته. وإن كان يرتبط بموضوع الحجاب، رغم تشكيك البعض بالأمر، فيجب التوفيق بين الشرع والقانون وعدم ارتكاب أعمال تخل بالأمن. اعترى الشارع القلق في وقت يطالب فيه كثر بالابتعاد عن البلبلة وعدم البت بأسباب الأمر قبل انتهاء التحقيقات. فرح الزمن، شوقي، LBCI، طهران.